ما الفرق بين الرواية والقصة؟ تعرف الأعمال الأدبية بأنها كافة الأعمال الأدبية كالشعر والنثر والرواية والقصة وكل ما يمثلها، والتي تقدم للناس المتعة إضافة للعلم، الثقافة والفائدة. تعرف القصة بأنها أحد الفنون الأدبية السردية النثرية، والتي قد تأتي بأحداث واقعية أو خيالية وتحكي عن فترة زمنية معينة، قد تكون قصيرة الأمد وتعالج بها حالة أو حدثا ما يكون جوهر القصة، وتعتمد بالدرجة الأولى على فكرة معينة تصاغ منها عبرة وفق حدث زمني أو مكاني، ويكون شخوصها أو أبطالها معدودين وواضحين، وقد تأتي على شكل قصة صغيرة قصيرة أو طويلة بعض الشيء. أما الرواية فهي تعرف كواحدة من الفنون الأدبية النثرية، والتي يأتي فيها السرد مطولا ويخضع للواقع أو الخيال، وعلى الأغلب يكون فيها دور للراوي الذي يقدمها وسط قالب حكائي ممتد في زمانه ومتغير في مكانه، وتشمل أنواع عديدة، حيث نجد منها الرواية النفسية والتاريخية والرومانسية والبوليسية والسياسية والوطنية والتعليمية وأيضا الواقعية. يرى بعض النقاد أن القصة لا تبتعد في جذورها عن الرواية، فهم يتفقون بأنهما عملان إبداعيان يختصان بفن النثر، وبالرغم من التقارب الكبير بينهما، إلا أنه يمكن التفريق بينهما في الطول. لا يمكن للقصة إلا أن تتشكل من بضع صفحات، أما الرواية فإنها قد تأتي على عشرات الصفحات وربما المئات، لزخم الأفكار والأحداث والشخصيات فيها. يكمن الاختلاف بينهما أيضا في الزمن والمكان، فالقصة تحكي حدثا ما أو فكرة بعينها بعيدة عن التشعبات والتبعات، أما الرواية فإنها مليئة بالمشاهد والأحداث الزمنية والمكانية المنبثقة من مضمون واحد، والمرتبطة ببعضها عبر مجموعة من الأفكار المولدة، والتي تحدث لفترة طويلة أو تمثل حقبة معينة. يكمن الفرق بين الرواية والقصة أيضا في الشخصيات، إن عدد الشخصيات في القصة قليل جدا، فربما ينفرد بطل واحد في سرده للحدث، وقد يكون هنالك دور لشخصيات ثانوية قليلة. أما الرواية فإنها تحتوي على عدد كبير من الشخوص الذين تنسج أحداثهم بناء على مواقفهم وآرائهم وتحركاتهم داخل العمل الأدبي. يكمن الفرق أيضا في اللغة، أو بمعنى أصح اللهجة، إذ أن القصة القصيرة غالبا ما تكون بلغة فصيحة، وقد يتخللها بعض الألفاظ البيئية، أما الرواية فإنها تحتوي على العديد من الألفاظ العالمية واللهجات المحكية المحلية، والتي تمنح المصداقية للأحداث. قد يكون أيضا الفرق بين القصة والرواية في الحوار، تتضمن بعض القصص في حال وجود شخصيات متعددة حوارات قليلة، أو قد تحتوي على حوار ضمني ذاتي بين بطل القصة وذاته. أما الرواية فهي مليئة بالحوارات والنقاشات العديدة، والتي من شأنها الإحاطة بكافة جوانب الحياة الزمنية والمكانية.